تميز البرنامج التلفزيوني كفو كأحد البرامج الرائدة التي عرضت على شاشة تلفزيون البحرين خلال شهر رمضان المبارك، باعتباره كان يمثل جانبا وطنيا في تعزيز اللحمة الوطنية والانتماء للمملكة، بالإضافة إلى كونه يسلط الضوء على نماذج وطنية مشرفة كان لها الأثر الإيجابي في تغيير المجتمع للأفضل. وعمل البرنامج على توفير مادة إعلامية توثيقية شيقة تحمل أهدافا نبيلة، وقامت على إنتاج البرنامج وزارة الإعلام بالتعاون والتشارك مع شركة STC البحرين. رحلة جميلة قضيناها برفقة 16 بطل ألهمونا بطريقتهم الخاصة. هاي البحرين هاي أمنا العودة، هذه حضننا اللي حضننا من صقرتنا لحضن عيالنا، حفاظ أحفادي كلهم حضنهم. البحرين كل شيء، طلعت أنا سافرت بلدان هذه، لكن شكلات هذه الأرض ما بشوف ولا شفت. انفتح الإسعافي لي ومن الخلف قلت أنا أكيد رايح في 60 داهية، يعني رايح في عالم ثاني. هذا التكريم وصلني إلى مرحلة أنا فوق، ما كرمني الجمهور، كرمتني الدولة بحضوركم أنتونا. لو مو الدولة ما كرمتوني، وأنا أفتخر بهذا الشيء. رحلة جميلة اكتشفنا فيها أن هالبلد هو فعلا بلد الخير بسواعد أبناء الطيبين. هذا الوطن كما تعطي يعطيك، فهاي التكريم هو رد عطاء من الوطن إلى الناس الذين يخدمونه. ميدالية كفو وسام على صدري أعتز فيه، ويدعوني إلى العطاء والبذل أكثر وأكثر. مستحيل أي مبلغ يوصف هاي السعادة اللي أنا حسيت فيها، يعني كفاية لما طالب من طلابك واحد من عيالي هو اللي كرمني اليوم، هو اللي يعطيني دي الميدالية، كفاية عليه كلمة كفو. يعني إيش كثر تسوى أن أنا سويت شيء للبحرين، سويت شيء للطلبة من ذوي الإعاقة، يعني والله العظيم ما مش أي مال ولا أي مبلغ يوصف السعادة اللي أنا فيها. خلوق، مؤدب، خدوم، يحب يخدم. طبعاً كانت مفاجأة بالفعل، سارة جداً. نداء هام مريم وايد من النوع اللي هي شغولة وتعطي من كل قلبها. مريم سند من أفضل الموظفات. مريم بنتي، أختي، صديقتي، هي كل شيء بحياتي. صراحة يعني فاجأتني مفاجأة وايد حلوة وشعور وايد حلو. أهلاً بكم، جاءنا هذا الخبر العاجل. فهمي بطل يكرس حياته لرسم البسمة على وجوه الأطفال مجهولي الأبوين. بابا فهمي اسم قد لا يعرفه الكثيرون لأنه وجد سعادته بعيدا عن الشهرة والأضواء، وجدها بين ممرات دور الأيتام. فهمي أكبري بالنسبة لنا، يعني بالنسبة لي أنا أخ كبير. أول ما تعرفت عليه يمكن من قبل 7-8 سنوات، شفت فيه يعني حبه للعطاء، حبه أنه كشخص يبي يخدم الجميع بدون استثناء. إبداع بمعنى الكلمة. أطالع أشوف التلفزيون دي أكيد يعني، واتصل فيني ولدي في نفس اللحظة، فقلت لا أكيد هاي قاعد يطالعوني في التلفزيون. تبردت الحين أطالع في كاميرا، ما أشوف كاميرا، ما أشوف أحد يطالعني، فقلت لا مبهوة. لما تمد يدك وتساعد غيرك أو تتفان في عملك وتشعر أن وطنك يناديك فتلبي النداء، هذه الوطنية في أروع صورها، وطنية الواقع والضمير وحب الانتماء. بيستمر العطاء وبنواصل كلمة كفو لكل من استجاب لوطنيته وحبه وانتماءه للبحرين، وجسد الهوية البحرينية وقيم الانتماء والولاء والفخر والاعتزاز، واللي تشكل قاسم مشترك في مبادرات بحريننا.